صلى الله عليكم سماحة الوالد. قبل السؤال درس بكرة تعذرونا منه إلى يوم السبت إن شاء الله. إلى يوم السبت إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند ذكره الأصل الأخير بعثة الله تعالى المرسلين إلى الناس كافة. ذكر إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند ذكر الأصل الأخير أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول: كيف دلت هذه الآية على عموم الرسالة إلى الجن والإنس؟ نعم، دل على عموم من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس. قوله تعالى: فلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. القرآن دل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن أيضا. نعم.